نشرة المفصلة من أورينت نيوز، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: حريق ضخم في مخيم للاجئين السوريين في لبنان. السلطات اللبنانية تقرر احتجاز بواخر تركية تزود البلاد بالكهرباء للتحقيق في شبهات فساد. إسرائيل تؤكد أن هجماتها في سوريا تجري بتنسيق مع روسيا. مقتل سيدة وإصابة آخرين باستهداف ميليشيا أسد سيارتهم بصاروخ موجه شرق إدلب. الخارجية الأمريكية تطالب روسيا بوقف الأعمال العدائية مع أوكرانيا. اندلع حريق كبير في مخيم يسكنه لاجئون سوريون وبدو رحل عند مدخل مدينة صيدا اللبنانية، وفي أقل من ساعة كانت النيران قد التهمت عددا كبيرا من الخيام، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لإطفاء الحريق. أصدر النائب العام اللبناني القاضي علي إبراهيم قرارا بحجز بواخر تركية تزود البلاد بالكهرباء للتحقيق في شبهات فساد. وبالنظر لما ورد في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة اللبنانية، تم منع البواخر التركية المنتجة للكهرباء من مغادرات الأراضي اللبنانية، وذلك إلى حين تنفيذ التزاماتها بدفع مبلغ 25 مليون دولار أمريكي للدولة اللبنانية في حال تبين وجود رشاوى وفساد. وجاء القرار مع تزايد المخاوف بين اللبنانيين من اقتراب فصل الصيف، حيث يتزايد الضغط على الخدمة الكهربائية. معنا عبر الهاتف من بيروت مراسل أورينت نيوز توني بولس، مرحبا بك معنا توني إلى هذه النشرة. لو تسمح أن تزودنا بمزيد من التفاصيل آخر الإحصاءات والمعلومات عن هذا الحريق الذي شب في مخيم للنازحين السوريين اللاجئين في صيدا أو قرب صيدا. يعني احمد، حوالي الظهر اليوم شن حريق كبير في مخيم للاجئين عند مدخل صيدا جنوب لبنان، وقضى هذا الحريق على اكثر من خيمه بشكل سريع جدا، وتاخرت سيارات الدفاع المدني قبل الوصول الى الحريق حوالي ساعتين منذ اندلاعه، ما ادى الى احتراق تقريبا ثلث المخيم. ولكن يعني في الحصيله يعني تمكن، يعني لم يكن هناك من اصابات في هذا الحريق، اقتصرت الاصابات على ثلاث اصابات اختناقا وتم معالجتها ميدانيا دون ان يكون هناك او دون ان يكون هناك افاده عن نقل احد الجرحى الى خارج المخيمات. يعني لا يوجد وفيات ولا يوجد وفيات طبعا، كما أن هناك معلومات أن بلدية صيدا تهتم في هذا الوقت بعمليات متابعة اللاجئين المشردين لإيوائهم سواء داخل المخيم أو تأمين لهم مرحليا سكن في مخيمات أخرى. هل كم تقريبا عدد الموجودين كعوائل أو أفراد في هذا المخيم؟ يعني كبير أم عددهم محدود؟ هو مخيم صغير، يعني مجمل سكانه لا يتجاوز 300 شخص، وعدد الخيم حوالي 13 خيمة. التهم الحريق يعني منهم ثلاث خيام على الأقل قضيوا بشكل تام وكامل، في حين تضررت خيام أخرى نتيجة هذا الحريق. هل من معلومات حتى الآن عن أسباب الحريق وفق الشهادات توني؟ يعني كما العادة أصبحت يعني الأسباب
التي يتم الحديث عنها، اما ماسك كهربائي او قاروره غاز، يعني هذا ما يتم الحديث عنه دائما، وتتعهد السلطات بفتح تحقيق، ولكن كما نعلم جميعا ان كل هذه التحقيقات لم تصل اي مره الى اي نتيجه او تكشف السبب الاساسي للحرائق. بس في بعض الحوادث يعني يقول الاهالي انه تعرضوا لاعتداء او كان الحريق مفتعل، هل من معلومات وفق شهادات القاطنين ان كان لديك معلومات؟ يعني احمد حتى الان لا يوجد اي اطار بهذا السياق، ولكن يعني الاهالي لا يزالون الان يعني يهتمون بوضعهم وبايواء العائلات التي تشردت نتيجه هذا الحريق، بانتظار يعني ما ستؤول اليه الامور او ما ستتضح في الساعات المقبله. مفوضيه اللاجئين تتحرك في مثل هكذا ظروف؟ يعني أحمد، مفوضية اللاجئين نراها غائبة عن السمع وغائبة عن دورها بشكل كامل في مختلف الميادين، لا سواء تتدخل لا باتجاه حرائق أو لا للتحقيق في هذا الموضوع، أو حتى عندما يكون هناك اقتحامات من قبل الجيش اللبناني والقوى الأمنية للمخيمات لتوقيف عدد من اللاجئين، لا يتم يعني متابعتها من قبل المفوضية للتأكد ما إذا كانت هذه التوقيفات نتيجة أسباب جنائية أم أنها توقيفات نتيجة المواقف السياسية في لبنان. فعلا هذا الأمر يعني تعودنا عليه منذ سنتين حتى الآن، حتى في موضوع الإغاثة هناك تقصير كبير يشكو منه اللاجئون بعد تناقص وتراجع المساعدات التي كانت تقدمها المفوضية منذ عام 2018 حتى اليوم. طيب هذا المخيم أيضا قبل أن أختم معك، هو فعلا للاجئين السوريين الذين نزحوا نتيجة الحرب أم أنه فقط للعمال السوريين؟ لأنه في بعض الحالات أو بعض المخيمات الصغيرة الحجم موجودة أصلا قبل 2011. يعني احمد، في لبنان يعني بات الامر متداخلا، فلا يوجد يعني مخيمات خاصه حصرا او فقط للاجئين، فهناك بعض العوائل التي يكون لها اقارب في مخيم معين ويكون لها يعني تعمل في عده ميادين وقطاعات في لبنان تقطن في بعض المخيمات وخاصه تلك المجاوره للاراضي الزراعيه، وهذا المخيم تحديدا هو مجاور لمنطقه زراعيه، وبالتالي يعني ربما يضم بعض الاشخاص العاملين في لبنان، ولكنه بكل التاكيد يضم عائلات نازحه نتيجه الحرب السوريه. اشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، توني بولس مراسل اورينت نيوز، كنت معنا مباشره عبر الهاتف من بيروت. أكدت صحيفة عبرية أن هجمات الجيش الإسرائيلي في سوريا يتم تنفيذها بالتنسيق مع روسيا. وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن تل أبيب هجمت الليلة الماضية مواقع غرب سوريا، مشيرة إلى أن الشاطئ السوري بطوله مستثنى من الضربات في ضوء مسافة بضعة عشرات الكيلومترات عن القاعدة الروسية، مؤكدة أن إسرائيل تحرص منذ إسقاط الطائرة الروسية عام 2018 على الحذر بكل وسيلة من إصابة ذخائر روسية في سوريا. قتلت سيدة وأصيب عدة مدنيين باستهدافهم من قبل ميليشيا أسد شرق إدلب، وذكرت مصادر محلية أن امرأة قتلت وأصيب زوجها ومدنيون عدة باستهداف سيارة كانت تقلهم بصاروخ موجه من قبل ميليشيا أسد على الطريق بين قريتي معارة النعسان وكتيان شرق إدلب. قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا لواء القدس المدعوم روسيا إثر كمين تعرضوا له في البادية السورية شرق حمص، وذكرت مصادر محلية أن الكمين نفذه تنظيم داعش ضد سيارة عسكرية لميليشيا اللواء، قتلوا خلاله 4 عناصر. من جهتها ركزت الطائرات الحربية الروسية من استهدافها لمواقع التنظيم في بادية السخنة وتدمر شرق حمص. خرج عشرات المواطنين في مظاهرة احتجاجية في السويداء للمطالبة بتطبيق القانون ضد العصابات، مستنكرين تغاضي ميليشيا أسد عنها ودعمها لها. وذكرت مصادر محلية أن المتظاهرين تجولوا في ساحات وشوارع مدينة السويداء مذكرين بعشرات المواطنين الذين لقوا حتفهم بسبب الفلتان الأمني. بدأت محاكمة رفعة الأسد عم رأس النظام بشار الأسد أمام محكمة استئناف في باريس مع غياب المتهم البالغ من العمر 83 عاما. ورفعت أسد متهم بجمع أصول عقارية في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو عن طريق الاحتيال،
وحكمت محكمة في باريس في 17 من حزيران، حكمت عليه بالسجن لأربع سنوات بعد إدانته بتبييض أموال واختلاس مال عام في سوريا، كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات المعنية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن موسكو أبقت على قوات كبيرة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، داعيا إياها للتوقف عن الأعمال العدوانية. جاء ذلك خلال الزيارة الأولى التي قام بها مسؤول أمريكي كبير في عهد الرئيس جو بايدن للقاء الرئيس الأوكراني. نحن ندرك أن روسيا سحبت بعض القوات من الحدود مع أوكرانيا، لكننا نرى أيضا بقاء قوات كبيرة منها، ويجب على روسيا وقف الأعمال المتهورة والعدوانية ضد أوكرانيا. وفي ذات اللقاء قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي إن بلاده لا تزال تحت التهديد العسكري الروسي، مؤكدا أن أعداد الجنود الذين انسحبوا من الحدود قليلة للغاية. لم نرى إلا ما يقارب 3500 جندي روسي بدأوا بالانسحاب ومغادرة أراضي شبه جزيرة القرم المحتلة، وحتى الآن لا نشهد انخفاضا في أي مكان آخر، وهو انخفاض بطيء، ولا يزال هذا الأمر يشكل تهديدا لأوكرانيا، ولا أحد يرغب بحدوث المفاجآت. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.